صلي ساف في الماس الفسور فيها واذكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا لي بالله عليكم، هل يمكن لبشر أن يعيش في هذه الغرف؟ هل يمكن للبشر، أقول أشد من هذا، هل يمكن للبقر أن تعيش في هذه الغرف التي ترونها؟ ستقولون أكيد بلا شك لا يمكن، لا لبشر ولا بقر. كلا، تعيش في هذه الغرف ثلاث أخوات، واحدة تسكن في هذه الغرفة والأخرى في تلك والأخرى عند الجيران، أخوات عجائز تجاوزن 60 سنة. واحترقت هذه الغرف هنا في منطقة الأربعة عنت وسيف قرية إيثعلي. في هذه المنطقة تعيش هذه الأخوات الثلاثة في هذه الحارة التي ترونها، وهذا مدخل الحارة، هذا البيت الذي لا يمر منه يعني إنسان معتدل القامة. تعيش في هذه الحارة ثلاثة أخوات، لا إله إلا الله، تمنم يعني باللي إذا عشن يمذنن داخل الحارة يكي، لأن ثلاثة سمتين عدن 60 سنة مغارين زدغنت ذاكي أتسيوت زدغي خمسة كي يكي يفوق قرمو دي سيد مسي يوث ذاذي يوث جماعة الجيران يفدر ذاكي الأربعة نتوسف أثعلي ودوسيس لو يسمس أثتود دارت الأربعة نتوسف ذاكي زدغنت ثورت سوالي ميث مثل ميث شعال تمسي وندولا غتسواليم ميث شعال تمسي قيث زدغ يوث اندثرة رون دولا. سأريكم الآن أين استقرت إحدى هذه الأخوات الثلاثة عند التهاب الحريق واحتراق هذه الغرف، هذه الأولى والثانية. قولوا لي بالله عليكم، هل يمكن للإنسان أن يعيش هنا؟ يمكن هنا وهنا ثانية هنا تعيش زمر ذي عاش بلاد ما منار تبورت موقع لنسديوها زمر ما تنص هات سنة خامس التي ستكن لك ما هات سنة خامس قلت زدايوث قلت زدايوث مي ها ثلاثة وضن ثلاث ليالي باتت هنا إحدى الأخوات. ها أي طعام يهنأ لنا وأي شراب يهنأ وأي حياة ولذة تهنأ لإنسان وهو يرى هذه الحال؟ والله الجميع هنا متأثر وكلهم تذرف دموعهم لهذه الحال، متألمون جدا لمثل هذه الحالة، ونحن نتنعم في غرف أنت نعيم ذي خامنا الفو بلافون لا دال دو سول لا كولور الكليماتيزور. هذه هي حياة ثلاث أخوات يعيشن في هذه الحالة. نداء إلى المحسنين لإعانة هذه الأخوات الثلاث لإقامة مسكن متواضع حيث تدخل إلى بيتها وغرفتها وهي قائمة دون أن تنحني أن سول صغري يولون لقاقا ولون يقرزن يلهان ولون حنينا أكنا نعاونا دنفنو شرت تخامين أتشمر تخام في السيف دي بلا ما تشنا بلا ما تطينص صغري. ونداء إلى المحسنين الله 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 الله. وأي حياة يا عباد الله مع هذه الحالة التي نراها. والبيت الأصلي هذا تلك الغرفة الذي خلفه لهن والدهن رحمه الله خمنا ذا خم الأصل أثني رغى وأن الدرذكي. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن حال هذه الأخوات الثلاثة ويخلف الله لنا في أهلنا وديارنا وأولادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.